مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في سهرتنا الجديدة وقد أسميناها جولة الفنون. وأذكر أن سنة 1975 كانت في مجموعة من الشباب في كلبو عندها بيت شعبي قديم، وكانوا يستعينوا ببعض الأعمال المسرحية العربية، كانت شبيهة بالإسكتش المسرحي. تحية حب من قلوب غربية لأهل الحب والأمجاد والأرض الأبية. تحية حب من قلوب غربية لأهل الحب والأمجاد والأرض الأبية. عمان الخير يا أحلى صبية، عمان الخير يا أحلى صبية، لتحيا الفرح والبسمة النقية، لتحيا الفرح والبسمة النقية. ما هي أهم أعمالك الفنية التي تعتز بها وهل يمكن أن يراها المشاهد معنا؟ مثلا في قلعة نخل، وفي قلعة قريات، وفي مناظر طبيعية عن بيئة، كيفية صنع الحلوى مثلا في لوحات، وفي الناس يبيعون أغنام، في أشياء عن طبيعة، لوحات كثيرة يعني من البيئة، من البيئة كلها وفي ومن الطبيعة. أيوة. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا نتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة، وتصبحون على خير.